نعم. لا ما في سؤالين خلاص لا تفكر. هي ليست قضية اللحية في كل كل الأشياء، قد يكون الإنسان يعني مقصرا في جانب وملتزما في جانب آخر، سواء اللحية، الحجاب، تقصير الثوب، فعل بعض المعاصي كالتدخين أو الربا أو شرب الخمر أو الغيبة أو النميمة. هكذا الإنسان محسن ومسيء، طائع وعاصي، يعني هكذا هو الإنسان. وإذاك الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالذي يقصر في جانب لا يعني هذا أن يعني لا يقبل الله منه الجوانب الأخرى، إلا إذا كان شركا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيبقى الذي قصر في اللحية آثم ما يجوز، لكن عنده طاعات أخرى فهو مقصر في جانب وطيع في جانب. واحد ثاني عنده مثلا قطيعة رحم على سؤالك، طيب، لكن في الجوانب الأخرى مكمل، فيعاقب على هذا ويجزى بالخير على هذا. امرأة متبرجة لكن مصلية مسمية صدقات كذا وكذا، تحاسب على هذا وتؤجر على ما فيها من الخير. كل إنسان هكذا. فقضية أن الإنسان يفعل خيرا ويفعل شرا كلنا كذلك. من ذا الذي ما ساء قط أم من له الحسنى فقط؟ لكن هناك من هو مصر على هذا الذنب، وهناك من هو يعني يفعل الذنب ويتوب إليه ويرجع وتنازعه نفسه وكذا. فالقضية هي ليست متوقفة عليها، لكن هي معصية من المعاصي.